بالنسبه للعمليه ديال اطعام التماسيح كيف ما شفتوا معنا، التماسيح ما بقاتش عندهم ديك الرغبه ديال الاكل نظرا انهم حيوانات مفترسه، لانه دابا تقريبا نهايه ديال الموسم غيدخل فصل الشتاء، وهما كتكون عندهم واحد الفتره ديال السبات كتبدا من شهر 11 حتى لشهر 3 من السنه المقبله. يعني هاد فصل الشتاء كله ما كياكلوش فيه، ما كياكلوش، كيستمدوا الطاقه ديالهم من الشمس ومن داكشي اللي كلاو في الاشهر اللي فاتت. يعني هما كيديروا الريزيرف باش يقدروا يدوزوا هذيك الفصل ديال السبات بدون مشاكل، وحتى الهضم تيكون صعيب في فصل الشتاء، يعني كتكون درجة الحرارة هابطة، يعني ما غاديش يقدروا يهضموا، الا كلاو كاع ما غاديينش يقدروا يهضموا. لهذا هما كيتجنبوا الاكل في فصل الشتاء حيت ما كايناش الحرارة الكافية باش انهم يهضموا. لهذا حنا كنشوفوا التماسيح كيقضيو وقت طويل تحت أشعة ديال الشمس غير باش تمدهم بالطاقة وباش تساعدهم على عملية الهضم، لأنهم حيوانات من ذوات الدم البارد، لهذا هما ما تياكلوش بزاف وما تياكلوش يوميا، يعني عندهم عملية الهضم ثقيلة بزاف وكيحتاجوا أيام باش يهضموا داكشي اللي كلاو. التمساح يقدر يجلس مدة طويلة بلا ماكلة، يقدر يجلس مدة طويلة تقدر توصل حتى لسنة. يعني في الطبيعة التمساح كياكل مرة واحدة في شهرين، في ثلاث شهور، يعني على حساب شنو كلا. يعني لما كنشوفوا تمساح كبير تيفترس واحد الفريسة اللي كبيرة، يعني يقدر يوصل، تقدر توصل المدة ديال الهضم لأربع شهور ستة شهور باش يهضم داكشي اللي كلا. كما شفتوا معنا بالنسبة للأغوشاف أو لأول تمساح اللي تزاد بالحديقة هنايا كروكو بارك أكادير، كيف ما شفتوا معنا هو في صحة جيدة وفي نمو جيد. هو تقريبا دابا وصل ما بين 60 و 70 سنتيم في الطول ديالو. هو تزاد في 2016 في شهر 7، وحنا ديما كنعزلوا هادوك الصغار. كيف ما شفتوا هو معزول تما في هذاك الحوض بوحدو مع كاع التماسيح حديثين الولاده، وهادوك اللي كيكونوا ديال يلاه تزادوا باقين العام ديالهم ديما كنخلوهم في المختبر باش يشوفوهم الزوار عن قرب، ومن بعد فاش كيجوا مواليد جداد كنحطوهم ديما في المختبر، انما ما كنحطوهمش كاملين، كنحطو غير يعني على حساب العدد اللي غيمكن لينا نحطوه في المختبر. وداك الحوض اللي شفتوه هو ديما كنحطو فيه هذوك التماسيح اللي باقين قل من 5 سنين، ديما كنحطوهم في حوض بوحدهم، لان الذكوره ديال التماسيح هما تياكلوا الصغار وكياكلوا حتى البيض. لهذا حنا كنحاولوا نجمعوا البيض كنحطوه في الحاضنات الكهربائيه اللي كاينه في المختبر، وكنحطو ملي كيفقس البيض كنحطو دوك التماسيح اللي يلاه تزادوا كنحطوهم في المختبر باش يشوفوهم الناس، وملي كيتزادوا وحدين جداد كنحيدو هذوك كنحطوهم في الحوض اللي كنحطو فيه هذوك الصغار اللي قل من 5 سنين. ويعني من بعد فاش كيفوتوا 5 سنين يعني هما كيبلغوا ديك الساعات كيوصلوا لواحد متر في الطول، ديك الساعات يمكن لينا نحطوهم مع الكبار. قل من 5 سنين ما يمكنش لينا نحطوهم مع الكبار حيت كيكونوا باقين صغار وتيكونوا فريسه سهله للذكور ديال التماسيح. بالنسبه للصغار حنا كنعطوهم يا اما الاسماك صغيره ولا الضفادع صغيره، تياكلوا الحشرات، يعني كاع اللحوم اللي هي صغيره باش يقدروا انهم ياكلوها. ولا في الطبيعه راهما كياكلوا
كياكلوا الضفادع ولا الاسماك الصغيره ولا الحشرات.